عيون الحقيقة في الميدان، الزملاء الصحفيين والصحفيين والصحفيات الذين حاولوا على مدار 250 يوما من عمر حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة نقل الصورة والحقيقة إلى العلم. نهج الاحتلال الإسرائيلي بفقع عين الحقيقة التي امتدت على مدار سنوات عمر هذا الاحتلال في محاولة لوصد الباب أمام نقل الصورة والحقيقة والسردية الفلسطينية إلى العالم. قرابة 145 شهيدة وشهيدا من الأسرة الصحفية الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، لكل منهم رؤية، هدف، حكاية ورواية وقصص، بل دفعوا حيواتهم ثمنا لعين الحقيقة ونقل الصورة من قطاع غزة تكريما لسيارهم وأرواحهم. إذن قررت جامعة بيرزيت وتحديدا مركز تطوير الإعلام بالشراكة مع اليونسكو لإصدار كتاب يوثق سير هؤلاء الصحفيين الذين استشهدوا خلال هذا العدوان المتواصل على القطاع. نتحدث حول هذا الموضوع وينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت. أهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا وسهلا. نعم دكتور، صباح الخير. أهلا وسهلا. نعم دكتور، يعني نتحدث فعليا عن هذا الاستهداف الممنهج للقطاع الصحفي والإعلامي الممتد على مدار عمر هذا الاحتلال عبر رزمة من الاستهدافات والقتل والمضايقات والملاحقة والاعتقال، وناهيك عن الإعدام الميداني الذي وثق بحق عدد من الصحفيين والصحفيات والاستهداف المباشر لهم. كيف يحاول الاحتلال الإسرائيلي فعليا ملاحقة هؤلاء الصحفيين لمنع نقل الصورة الحقيقية إلى العالم؟ يعني تعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب إعدام عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا تقريبا ثلاث فرضيات حول هذا الموضوع. الفرضية الأولى تقول أنه إسرائيل وضعت على أجندتها عدد من الصحفيين المنتمين إلى حركة حماس وإلى حركة الجهاد الإسلامي، وقامت بتصفيتهم متعمدة نظرا لانتمائهم السياسي، وهذا ممنوع في القوانين الدولية وجريمة حرب أن تقتل أو أن تغتال صحفيا يرافق القوات المسلحة أثناء الحرب أو صحفيا بناء على انتمائه السياسي. هذه فرضية التوثيق أثبتها من خلال العدد الكبير من الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا وكانت لهم انتماءات إما سياسية لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وإما أعمال أو يعني انتماءات وظيفية بحكم عملهم في وسائل إعلام تابعة للحركتين دون أن يكون لهم مثلا انتماء سياسي للحركتين. الفرضية الأخرى التي كمان توفرت من خلال هذا التوثيق أن الإسرائيليين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين، وهذا ثبت مع مجموعة من الحالات. كل الشهود أشاروا إلى أن لحظة الاغتيال تمت عندما عادوا إلى منازلهم بعد يوم من التغطية الميدانية. هذا حدث مع مراسل تلفزيون فلسطين ومع مراسلين آخرين. كل المعلومات التي تم توثيقها حول استشهادهم تشير إلى أن أداة التصفية كانت بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التي قامت فيها طائرات مسيرة بقصف منازل الصحفيين المستهدفين لتقتلهم مع عدد كبير من أفراد عائلاتهم، حيث تشير المعطيات التي تم تسريبها من قطاع غزة حول البرامج التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في ملاحقة المطلوبين سواء السياسيين أو المقاومين أو الصحفيين أو بعض الأهداف الأخرى المستهدفة، إلى استخدام برامج تقنية بعينها منها لافندر، تطبيق يعرف بهذا الاسم لافندر، ومنها تطبيق آخر يعرف باسم مرزدادي، حيث تشير المعطيات الأولية، وهذه فرضية للتحقيق وليست يعني نهاية التحقيق الصحفي، إلى أن عدد من الصحفيين تم قتلهم بناء على جمع معلومات من خلال
المسيرات وبرامج وتطبيقات قامت بإطلاق القنابل عليهم وأعدمتهم في جرائم حرب مع عدد كبير من عائلاتهم. نعم، يعني هذه التوثيقات دكتور تشير إلى مدى الاستهداف الممنهج الذي يقوده الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين، من الاغتيال إلى الملاحقة إلى الاعتقال وناهيك عن الاستهدافات كما أشرت لعائلاتهم. هؤلاء الصحفيين دفعوا فعليا حياتهم ثمنا لمحاولة إيصال صوت ما يجري في قطاع غزة، توثيق صور الإبادة الممتدة على مدار 250 يوما، ولغم كل ما ذكرته سابقا. لم تثني هذه سياسة الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء الصحفيين العاملين في الميدان عن مواصلة رسالتهم فعليا إلى هذا العالم. اليوم نتحدث عن دور الصحفيين والصحفيات الذين ما زالوا يعملون في الميدان رغم كل هذه الصعوبات والتحديات. تشير معلومة أخرى من داخل التوثيق إلى أنه الاستهداف يمكن الاستدلال عليه من خلال العدد، عدد الصحفيين الشهداء بالمقارنة أو نسبة عدد الصحفيين الشهداء من النسبة العامة للصحفيين أو من العدد العام للصحفيين في غزة، حيث ارتفعت هذه النسبة لتشكل تقريبا 12% من عدد الصحفيين. هذا يشير إلى تعمد، وهذا يشير إلى أن النسبة مدروسة وأن النسبة يعني متعمدة من قبل الجيش الإسرائيلي. 146 من أصل 900 صحفي منسبين أو يعني في عداد من تنطبق عليهم شروط العضوية في نقابة الصحفيين أو شروط ممارسة مهنة الصحافة، يعني وجود نسبة 12% منهم ضمن عداد القتل، هذا يشير إلى أن الإسرائيلي تعمد إعدام هؤلاء كي يمنع وصول الرسالة أو الرواية الفلسطينية إلى العالم. إضافة إلى ذلك أنه قام أيضا بتدمير مؤسساتهم بالكامل وإطفاء كل مؤسسة إعلامية تكون قادرة على بث موجات من قطاع غزة أو تغذية معلومات على موقع إلكتروني. هم كانوا يبحثون عن ما يشبه التعتيم الكامل على إقليم كامل يرتكبون فيه الإبادة العرقية، وهذه فرضية أخرى أنهم عندما ارتكبوا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أرادوا أن يعتموا على أي إمكانية لعمل الصحافة هناك. أكثر من ذلك أصلا منعوا الطواقم الصحفية الأجنبية من الوصول ودمروا المؤسسات، وحتى أبعدوا الطواقم الصحفية لكيلومترات بعيدة عن القطاع حتى لا يحصلوا على صور نهائية عن الجرائم التي سيرتكبها الجيش. كل المؤشرات الميدانية في قطاع غزة منذ 8 أشهر تشير إلى أن إدارة عسكرية ما تخصصت في هذا الموضوع ومنعت الصحافة الأجنبية والصحافة المحلية من نقل أي صورة أو من الوصول إلى أي معلومات قد توضح النية الإسرائيلية لإحداث هذه الجريمة الكبرى التي شهدناها، جريمة الإبادة العرقية التي طالت أكثر من 35,000 شهيد فلسطيني. نعم، وتكريما لأرواح هؤلاء الشهداء إذن الزملاء الذين ارتقوا لإيصال الصوت والحقيقة، ارتعيتم في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالشراكة مع اليونسكو لتوثيق سير هؤلاء الصحفيين لكي لا يبقوا فعليا أرقاما ولتبقى سيرهم نابضة لدى القطاع الإعلامي والصحفي ولدى المجتمع الفلسطيني وإلى المجتمع الدولي الذي للأسف ما زال يصم أذنه عن ما يجري للمدنيين الفلسطينيين ومنهم الصحفيين. لنتحدث فعليا عن هذا المشروع بتفاصيله دكتور. هذا صحيح، ولكن للأمانة أن المشروع بدأ قبل الحرب على قطاع غزة وكان مختلفا، كان يعني تشغيل أدوات الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاستقصائية لكتابة تحقيقات عن عدد من الشهداء الصحفيين، وكان منهم ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين استشهدوا في مسيرات العودة عام 2018، وكان أيضا هناك تحقيقات نخطط لها للانتهاكات في حقوق الصحفيين من يحملون الهوية الإسرائيلية ويعيشون داخل الأرض المحتلة عام 48، وكان في هناك تحقيقات خاصة أو تحقيق رابع حول الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات في الأراضي الفلسطينية.
كان مشروعا ممولا من اليونسكو، وكانت الفكرة الأساسية منه استخدام التحقيقات الصحفية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب. ولكن فاجأتنا الحرب ونحن في بداية تشغيل هذا الموضوع، فأحدثنا تغييرا على هذا الموضوع، وكنا أن يعني أن الشهيدين الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين يعني تخطاهم العدد، وتفاجأنا بحجم العدد الكبير من الشهداء. لذلك غيرنا الخطة وبدأنا بتوثيق الشهداء، وتوافقنا مع اليونسكو على إبقاء تحقيقات صحفية حول الانتهاكات التي تحدث بحق الصحفيين في الأرض المحتلة عام 48، والانتهاكات التي حدثت بحق صحفيات في آخر عامين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوثيق ليكون مجمل المشروع الذي ننوي الإعلان عن اختتامه في نهاية هذا الشهر الجاري عبر إصدار الكتاب ونشره إلكترونيا، ليضم سير الشهداء، حياتهم الشخصية، حياتهم الجامعية، عملهم، روابط وتسجيلات فيديو وصوت عن عملهم الصحفي، شهادات عائلاتهم وشهادات من زملاء لهم عايشوا لحظة الاغتيال، بالإضافة إلى شهادات من المؤسسات الحقوقية التي تفسر عملية الاغتيال وتكيفها حسب القوانين الدولية والإنسانية. في نهاية هذا الشهر من المتوقع أن نصدر هذه النسخة غير الورقية، النسخة الإلكترونية من هذا التوثيق، نأمل من خلاله أن نكون قد وثقنا الزملاء الصحفيين الشهداء، وأن نقدم معلومات للعالم، لجنوب أفريقيا، للدول التي انضمت إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لأي تحقيقات أن تكون هذه المعلومات التي جمعها زملائنا من قطاع غزة مقدمة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الصحفيين. نعم، على مدار يعني 8 أشهر الماضية اشتغل معي 3 زملاء من قطاع غزة، لا يفوتني ذكر أسمائهم، هم الصحفية رشا أبو جلال والصحفي يحيى اليعقوبي والصحفي أحمد أبو قمر، عملوا ضمن ظروف صعبة، ظروف الحرب التي لم يتوفر فيها الإنترنت بشكل كافي، لم تتوفر فيها لهم فرصة الأمان كي يعملوا أو كي يبتعدوا عن عائلاتهم، ليوثقوا، ليتصلوا على العائلات الثكلى وعلى الناس كي يجمعوا المعلومات عن الصحفيين. تمكننا حتى هذه اللحظة من جمع معلومات عن 125 صحفي شهيد، وأجلنا العمل على باقي الصحفيين الشهداء لمراحل في المستقبل، وذلك لأسباب خاصة بالمشروع ولأسباب أيضا خاصة بفكرة أن الحرب لم تنتهي وأن عداد القتل مستمر، ورأينا أن نصدر هذا التوثيق كي يخدم أي مؤسسة، أي دولة، أي جهة تريد ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على أن نستمر في المستقبل لتوثيق باقي سير الشهداء، وأن نستمر في فكرتنا الأساسية التي اقترحناها على اليونسكو في مطلع العام 2023، والتي تشير إلى إمكانية أن تدخل المؤسسات الإعلامية لاستخدام الصحافة الاستقصائية كأداة دائمة في ملاحقة المفلتين أو المحاولين الإفلات من جرائم قتل الصحفيين. نعم دكتور، يعني دائما التوثيق يعتبر أحد ممكن المقومات أو الأسلحة التي نعتمد عليها كفلسطينيين في ما أشرت له في موضوع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، ولدينا أدلة كثيرة يعني ودامغة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومنهم الصحفيين. اليوم أهمية هذا التوثيق لفعليا على العمل على المستويات والملاحقة القانونية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في أروقة المحاكم الدولية، وإنما نتحدث نوعا ما هي بمثابة وصمة إذا كنا لا نعول كثيرا على قرارات المحاكم الدولية تجاه الفلسطينيين، ولكن هي بمثابة وصمة وضربة للاحتلال الإسرائيلي. يعني تماما أتفق مع هذا الشرح، وأؤكد أنه علينا أن لا نيأس من عدم قيام المنظمات الدولية بمهماتها في ملاحقة الاحتلال
الإسرائيلي. الوضع تغير في ظل الحرب، وشاهدنا يعني دعوة رفعت جنوب أفريقيا على دولة الاحتلال وربحتها، وتم تثبيت الإبادة الجماعية على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. لأول مرة تتحرك محكمة الجنايات الدولية وتحاكم القادة الإسرائيليين أو تبدأ بدراسة إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحقهم. لأول مرة الأمم المتحدة تدخل على الخط وتدرج جيش الاحتلال ودولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار في تعاملها المجرم مع الأطفال الفلسطينيين. يجب أن لا نيأس كفلسطينيين منظمات ومجتمع مدني وسلطة وطنية ووزارة وسفارات من هذا الموضوع، وأن نظل نترك باب العالم وأن نذكر بمسؤولياته عن إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ولمنع إفلات هؤلاء من العقاب الذي ينتظرهم في المحاكم الدولية. نحن أمام يعني تطورات خطيرة لم نشهدها في التاريخ الفلسطيني بعد حرب الإبادة التي وقعت في قطاع غزة، إبادة بحق الصحفيين، إبادة بحق الأطباء، النساء، الأطفال، استهداف وقتل مبرمج بالذكاء الاصطناعي وبقنابل أخذت قرارات من منظومات من تطبيقات يعني عسكرية إسرائيلية خاصة بالتجسس وخاصة بجمع البيانات عن المواطنين. نحن أمام لحظات إعدام ميداني لصحفيين وجدوا مقتولين برصاص قناصة، ووجدوا مقتولين وهم بملابسهم المهنية بالخوذة أثناء وجودهم داخل المستشفيات. هناك زملاء صحفيين استشهدوا إعداما على أيدي قوات خاصة اقتحمت بعض المستشفيات في قطاع غزة. هذا يجب أن لا نسكت عنه وأن يظل يتحرك المجتمع المدني الفلسطيني الحقوقي والإعلامي والوزارات الفلسطينية أمام كل الهيئات الدولية لتذكير العالم بمسؤولياته كي يظل يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على هذا النوع من جرائم الحرب. نعم يعني دكتور، أكيد ويبقى للتوثيق بقية وللأسف ما استمرار الاستهداف المباشر للصحفيين. شكرا على هذه الجهود دكتور صالح مشارقة، شكرا لتوثيق سير هؤلاء الصحفيين لهم أحياء رغم الغياب بمسيرتهم وسيرهم، وأكيد يعني عملهم الذي دفعوا أرواحهم ثمنا لها. شكرا جزيلا لك دكتور صالح مشارقة أستاذ الإعلام من جامعة بيرزيت. شكرا.